ايضا عبد العزيز كان في وفاة اخرى اليوم احسنت الجميع ايضا على السوشيال ميديا البارحة واليوم انتشرت ايضا والبارحة عن هذا الخبر. وتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بخالص التعازي والمواساة الى اسرة شهيد الواجب طارق عبد الله علي الحواي الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملاء من فرق الدفاع المدني في اطفاء الحريق في احد المباني بمنطقة الخليج التجاري. وقال سموه عبر صفحته على تويتر: تضحيات رجال الدفاع المدني ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن والشهيد، والشهيد طارق سيبقى رمزا لبذل النفس في سبيل أمن الوطن والمواطن. رحم الله الشهيد طارق وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. طبعا طارق يعني كان كما قال كما نعم مدير عام الدفاع المدني في دبي اللواء خبير راشد ثاني المطروشي الإطفائي عريف أول طارق عبد الله علي الحواي من فرقة إطفاء مركز الاتحاد الذي استشهد أثناء القيام بالواجب في حادث حريق بمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الخليج التجاري شارع الأبراج أول أمس بعد سيطرة فريق الدفاع المدني بدبي على الحادث في تمام الساعة 6:22 مساء. الله يرحمه ويغفر له. آمين يا رب. وقال أنه تم الإبلاغ عن فقدانه بعد ذلك ب 38 دقيقة، وتبين وفق المعلومات الأولية أن الشهيد سقط من فجوة في السقف من الطابق الرابع إلى الطابق الأرضي ما أدى إلى إصابته ووفاته. طبعا أكد المطروشي أن الشهيد كان مواطنا صالحا وجنديا مخلصا لوطنه وواجبه وقدوة لزملائه ومثالا يحتذى في الانضباط والتضحية والكفاءة، لا يتردد في البذل، ونسأل الله أن يتقبله قبولا حسنا وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمنا الصبر والسلوان طبعا، وأن يلهم أسرته وأصدقائه الصبر الجميل يا رب العالمين. نعم الله يرحمه يا رب. لطارق الحواي أكيد كان يحاول يساعد وتوفي أكيد في مساعدة، فهو شيء وايد سامي وأنه كان ينقذ أرواح ولكن خسر روحه، فالله يرحمه يا رب. مروة مشاهدين الكرام، مثل يعني الخبر هذا حزن يعني حزن الإمارات كلها، كان خبر محزن، فالله يرحمه ويغفر له. وطبعا معنا عبر الهواء مباشرة شقيق الإطفائي الشهيد الله يرحمه ويغفر له شهيد طارق، معنا حسن الحواي شقيق الشهيد الإطفائي حريف أول طارق عبد الله الحواي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجرك وأجرنا وأجر الإمارات كلها إن شاء الله في الشهيد. دوام لله أخوي حبيب غالي أخوي ما قصرت. طبعا كان المرحوم أخوك وزميلك في الدفاع المدني، لو تحدثنا عن صفاته وعن سرعته في تلبية النداء للوطن. والله كان أخوي بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء كان أخوي طارق يعني كان يحب شغلة الأطفاء، يحب الإنقاذ، يحب هالشغلة. سبحان الله يعني هذا كان يومه، ما تعرف أنه كان هاليوم بيستوي هالشيء، هذا كل شيء من نقاط رب العالمين، والحمد لله هو ذا راح شهيد يعني الحمد لله، ما راح على أي شيء يعني بسيط. الحمد لله. الحمد لله. زين؟ الحمد لله. وهذا شوفي هذا واجبه لازم يأديه، وإنه شغله هذا واجبه لازم يأديه، يحاول يساعد الناس يعني ما هاي روحه أجر، عرفتي؟ نعم. هالشيء يعني ما يعني كل إنسان يحاول يساعد الثاني يعني. نعم. وهاي شغلته، كل إنسان إذا مكانه واللقى هالفرصة إنه يكون شهيد بيكون شهيد البلاد يعني. نعم. هالشيء واجب على كل مواطن. فعلا. نعم. صحيح. استاذ حسن، نعلم ان المصاب جلل، ولكن لا نستطيع الا ان نقف عن هذه الحادثه، وهي تعتبر من اسس الرسائل الانسانيه اللي يمكن ان يقدمها الشخص للاخرين. ماذا تقول في هذا الموضوع؟ والله يعني ما سمعت بوضوح اختي، عيدي مره ثانيه ما سمعت. نعم أقول لك أن مصابكم وايد كبير، ولكن نستطيع لا نستطيع إلا أن نقف في هذه الحادثة، وهي تعتبر من أسس الرسائل الإنسانية، صحيح؟ أيوة صحيح. شو الرسالة اللي يمكن أن يقدمها الشخص للآخرون، وشو تقول في هذا الموضوع؟ يعني شوفي هذا الشيء نحن يعني متعودين على هالشيء، نحن في العسكرية ننفذ الأشياء يعني المطلوبة علينا، لأن كل إنسان العسكرية لازم يلتزم، يكون يعني ملتزم في هاي الشيء. وثاني شيء لازم يكون العسكري يروح أي مكان يعني يحط احتمالات يعني. يا يرجع في خدمة الوطن، يا يرجع يا ما يرجع، هاي هو لأنه عارف أنه عسكري هذا واجبه. يعني سبحان الله إلا يصير ما يعرف، حتى الشرطي
او الدفاع المدني او الجيش، يعني هذ كلهم هيل يعني سبحان الله، يعني ما تصير شغله ما يعرف انه يرجع ولا ما يرجع، لان نعم. هاي شغله عسكريه، هاي واجب يعني. استاذ حسن، نعم استاذ حسن، انت فقدت اخ وفقدت زميل في عملك، يعني ما اعرف شو اقول لك، ولكن فعلا الله يصبرك. والله هالشيء شوفي انا اقول لك، هالشيء فخر لنا نحن الحمد لله. صح ان هذا كان اخ عزيز وغالي، مهما كان هذا اخو صح، يعني انه راح شيء غالي علينا. نعم. بس هذا راح شهيد، شهيد معناه يعني شيء كبير، يعني هذا اخو كان عندنا، يعني يعني لو كان ساكت بس يعني سوالنا شيء يعني ما كنا نحن نتوقعه، يعني تعبين كلمة شهيد يعني احترام الناس لنا. صحيح. يعني ما شاء الله احترام الناس والعسكريين ما شاء الله يجون يزورون شرطة دبي وجمارك هجرة دفاع المدني بالذات. نعم. يعني أدوا الواجب، وأكثر الشركات ويعني في حكومات الثانية ما قصروا، أدوا الواجب وعزونا، يعني هالشيء كم يسوى لنا. نعم. هذا الشرف لنا شيء كبير يعني حقنا نحن، يعني هالشيء مش بسيط يعني. صحيح. هذا عزاءنا جميعا. صحيح. هذا عزاءنا جميعا على فقدانه. إيه. أن توفي شهيد بإذن الله وبطل. إيه. من أبطال الدولة. والحمد لله بعد عيال زايد على عمرك، نحن عيال زايد لازم أدي الواجب، يعني عيال زايد لا أي شغلة ما يعني في الخدمة نحن على طول أول ناس، يعني هذا. نعم. واجب لنا يعني نحن عيال بلاد وعيال زايد طال عمرك. مو بغريب عليك. والحمد لله، والحمد لله يكفي أن الشيوخ يزورونا، يعني هالشيء يعني موفرين لنا أشياء، يعني أمور في الخيمة وأمور الأكل وأمور العزاء، مدين الواجب واكثر يعني، والحمد لله كلنا يد واحده في العزاء. إيه. وفي الحزن وفي الفرح. إيه. وفي الافراح ايضا الحمد لله. ما قصروا طال عمرك الشيوخ، ان شاء الله الحمد لله زارون طويل العمر سيف بن زايد، الشيخ احمد بن محمد بن راشد، والشيخ محمد بن راشد بن محمد المكتوم، زارون الحمد لله اليوم وشفناهم، وما قصروا الشيخ حمدان تكلم عنه بعد، وطال عمرك نشكر طويل العمر محمد الشيخ محمد بن راشد على. نعم. امور المساعدات اللي تساعدنا في الخيمه في الامور الثانيه، يعني ما قصر يعني جزاه الله الف خير. امين يا رب. وهذا شيء الدعم لنا، في الدعم لنا في كل شيء، وهذا الشيء مش غريب يعني، نحن دوما نشوفه من قادتنا. ما يقصرون جزاه الله. هو كيف ما قلت لك، يعني عظم الله اجركم واجرنا واجر الوطن كله. والله هذا فخر لنا طال عمرك. نعم. وهذا يحتذى فيه، يعني كل شباب الوطن يحتذون فيه. نحن كلنا نتمنى هالشيء، نحن كلنا نتمنى نكون شهداء لاجل البلاد هذه، لهذا الوطن ونتمنى هالشيء. الله عليك. هذا واجب علينا طال عمرك. ما يعني الحمد لله، الحمد لله ان راح اخوي صح شهيد، بس نحن كلنا في البيت مرتاحين من هالشيء، لان اخوي راح شهيد ما راح على اي شيء بسيط، يعني شهيد يعني يكفي ان الناس يشوفونه بنظره الشهيد، يعني هذا اخو الشهيد. صحيح. الحمد لله، يعني هذا فخر الحمد لله، هذا وسام حط على صدرنا يعني، عرفتي؟ فعلا. والحمد لله يعني ما عظم الله اجركم. دوام لله. واشكر كل اللي زارونا، وجزاهم الله الف خير وما قصروا طال عمرك، والشكر كبير على الدفاع المدني اكثر لان زارونا ودعمونا في امور كثيره، يعني الحمد لله الحمد لله. جزاهم. نعم. الله الخير والمساعدات ودعم السيارات ودعم في الماي والامور والعزاء، وجزاهم الله الف خير وما قصرت حكومتنا يا اخوي. جزاكم الله. شيء مو غريب، شيء مو غريب. عظم الله اجركم اخوي حسن الحواي. واشكر كل شيخ طال عمرك اللي ساعدنا ولا ما ساعدنا، هذا فخر لنا، هذا فخر لنا. نعم. بس انه يكفي انه عزونا. نعم. هذا يكفي لنا بس. نعم. الحمد لله. عظم الله اجرك اخوي حسن الحواي. لله اخوي. اهلا وسهلا حبيبي. جزاك الله خير. شكرا يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خلوكم ويانا.